بعنوان نحو تطوير الجيل الرابع للحكومة والخدمات الإلكترونية، شاركت جهات صعودية متعددة في فعاليات المؤتمر السنوي للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في دورته 19 وتستضيفه دبي. العالم يسير بخطوات سريعة جدا نحو تقديم الخدمات الإلكترونية واستعمال الآلات، سواء استعمال الجوال أو استعمال الكمبيوتر الشخصي في العلاقات الإنسانية على المستوى الثقافي، التربوي، المستوى الاقتصادي، المستوى المالي. وتبين أنها خيارنا للمستقبل، ليس لنا خيار أن نسير على المدرسة القديمة. هناك قناعة من كل المتكلمين ومن الحاضرين أنه الفترة القادمة ستكون السنوات القادمة فترة تغيرات كثيرة. محاور المؤتمر خصصت للبحث في مستقبل الذكاء الاصطناعي وأبرز تحديات تطوير معايير المشاريع في الحكومة والمدن الذكية، إضافة إلى دور شركات الاتصالات في دمج الأجهزة وتقنيات إنترنت الأشياء في مدن ودول المجلس، والإطار الاستراتيجي الوطني لأمن المعلومات وغيرها من المحاور ذات العلاقة. والله المؤتمر مفيد من كل النواحي، سواء كان على مستوى التطوير اللي حاصل في الحكومات أو في المدن، كيف طريقة التعامل الجديدة مع التكنولوجي اللي هي خاصة بالارتيفيشال انتليجنس والأشياء هذه، فإيش الرؤية الجديدة للحكومات، كيف الحكومات تتحول من شخص يجيها إلى هي تجيه، أوكي، كل معلوماتها عندهم، كيف طريقة التعامل مع هالمعلومات هذه، كيف تطور خدماتها، تطور الإمكانيات للمواطنين. جلسات المؤتمر أتاحت الفرصة للمشاركين الاستفادة من دمج التجارب الناجحة على المستوى العالمي مع المبادرات والدراسات القادمة في المستويات المحلية لضمان خلق نقلة نوعية في مجال المدن الذكية المستدامة في المنطقة وفي السعودية لامتلاكها المقومات المؤهلة للمدن الذكية المستدامة من حيث البنى التحتية المجهزة والمقومات الطبيعية المناسبة والاقتصاد الذي يساعد على التحول إلى المدن الذكية. للقناة السعودية سالية الزعبي، المؤتمر السنوي للحكومة والخدمات الإلكترونية، دبي.